يا جماعة خلونا نعترف، احنا طلع مضحوك علينا، الأرض مش مدورة، الأرض مسطحة وشبه القرص، والسماء عبارة عن قبة، والشمس والقمر قد بعض في الحجم وموجودين في مستوى واحد وبيدوروا جوه القبة دي، والعالم له حافة ونهاية ومحدش يعرف لحد دلوقتي ايه اللي موجود ورا الحافة دي، واحنا تم اشتغالنا اكتر من 2000 سنة. وللأسف للأسف في ناس مؤمنة بالكلام اللي انا بقوله ده لحد دلوقتي. السلام عليكم. في السلسلة دي احنا هنتكلم عن الارض، شكلها، طبيعة دورانها، مكانها في الكون، وهل كل الحاجات دي بتتوافق مع شكل الارض وهي كورة، ولا فعلا الارض مسطحة واحنا اتضحك علينا كل الفترة دي. هكدب عليكم لو قلت ان الاصل في شكل الارض انها كورة، ده مش حقيقي، لان الناس كلها كانت عارفة من قديم الازل ان الارض مسطحة، لان اسهل طريقة الناس كانوا بيستدلوا بها على الموضوع ده كانت عينيهم. ده بخلاف طبعا ان الناس كلها كانت عارفة ان الارض هي مركز الكون، والشمس والقمر والنجوم والمجرات وكل حاجة في الكون هي اللي بتدور حواليها، وده طبعا عشان الايجو بتاعتنا ما تنهارش والبرستيج بتاعنا وسط المجرات. وخلونا اعترف بصراحة اكتر ان الخناقة على مركزية الارض للكون كانت اكبر بكتير جدا من الخناقة على كرويتها اللي ما خدتش لا وقت ولا مجهود كبير في اثباتها. لكن حتى لو انت شايف ان الارض مسطحة بعينيك، فيؤسفني ابلغك ان مش دايما عينيك بتوريك الحقيقة، عادي جدا ممكن تخدعك. الحاجة اللي انت شايفها بعينيك واثق انها مختلفة ممكن تكون مش مختلفة على الاطلاق. وروح اكتب مثلا اوبتيكال اليوجن على جوجل او على اليوتيوب وشوف هيطلع لك حاجات قد ايه حقيقتها مختلفة تماما عن ما انت بتشوفها. لكن الرياضيات دايما ما بتكدبش، 1+1 لازم هيساوي 2، سواء بقى كنت شايفه، سمعه، حسه. لغة الرياضيات هي اللغة الاصدق في الكون. لذلك قررت ان اول حلقة هتكلم فيها عن شكل الارض مش هتبقى بالعربي ولا بالانجليزي ولا بالفرنساوي، هتبقى بالرياضيات. انا عارف انها لغة صعبة ومش كل الناس بتحبها، لكن اوعدكم اني هحاول التبسيط على قد ما اقدر، وهستخدم حاجات بدائية اتعملت من اكتر من 2000 سنة سهل انكم تعملوها بنفسكم وتتأكدوا من صحتها. واوعدكم بقى السلسلة مش هنقرب من الرياضيات تاني. فكرة الارض الكروية بدأت تنتشر في العصر اليوناني لما الناس لاحظت ان السفن وهي ماشية في البحر بتختفي من اسفل لاعلى، مما يعني انها ماشية على سطح منحني. ده بجانب حركة الشمس والقمر وظهورهم واختفائهم في الافق، وحركة النجوم ومواقعها اللي بدأت تطرح شكوك حوالين تسطح الارض. لكن الفكرة نفسها كانت صعب انها تطرح، لان اولا الانسان عدو ما يجهل، ثانيا ده ما كانش الترند السائد وقتها لا عند المجتمع ولا عند رجال الدين. الكلام ده فضل لحد ما جه فيلسوف يوناني من 2300 سنة اسمه ايروسوستنز، وقتها كان عايش في الاسكندرية وكان أمين مكتبة اسكندرية، وسمع معلومة كانت في منتهى الخطورة. إيروسوستنز سمع ان يوم 21 مايو من كل سنة الشمس بتتعامد على أسوان، وبالتالي اي حاجة موجودة في أسوان ما بيكونش لها ظل في نفس التوقيت ده على الأرض. لكن في نفس ذات الوقت وهو موجود في اسكندرية كان شايف ان الحاجات لها ظل عادي. صاحبنا ده قال بما ان الشمس بعيد فاشعتها لازم تكون نازلة بشكل متوازي، وبالتالي بما ان الارض مسطحة لازم تكون كل الاشياء اللي موجودة على الارض ملهاش ظل في نفس التوقيت، خصوصا لو كانوا في منطقتين قريبين زي اسكندرية واسوان. الا اذا بقى الارض ما كانتش مسطحة وكانت مدورة، ساعتها الانحناء ده هيكون هو السبب في تكوين الظل. ولو مش فاهم ليه الضوء اللي بيجي من مسافات بعيدة لازم يكون متوازي، هات اي حاجة وسقط عليها ضوء من مسافة قريبة، هتلاحظ ان اقل انحراف للحاجة دي يمين او شمال هيكون ليها ظل عشان الاشعة مش متوازية. لكن كل ما تبعد المصدر كل الظل ما هيقل مع نفس قيمة الانحراف، لان الحزمة الساقطة بتقرب انها تبقى متوازية، وبالتالي الشمس البعيدة جدا دي اشعتها اللي هتسقط على الكوكب لازم تكون متوازية. وحيث ان هو كان عالم رياضيات مش بس استنتج ان الارض مدورة، ده قدر كمان يحسب محيطها ونصف قطرها من الموضوع ده. إيروسوستنز قال لو تخيلنا عصايتين، واحدة في اسوان وواحدة في اسكندرية، والعصايتين اتمدوا لحد ما وصلوا لمركز الارض، الاشعة نزلت على عصاية اسوان وما عملتش ظل،
ونزلت على عصاية اسكندرية في نفس الوقت وعملت لها ظل عشان مايلة بسبب انحناء الأرض. فزاوية سقوط الأشعة على عصاية اسكندرية اللي هي دي هتساوي زاوية المركز اللي هي دي. واحد طبعا هيجي يقول لي ليه؟ هقول له الشعاع ده بيوازي الشعاع ده وجه قطعه بقاطع، فبالتالي الزاوية دي هتساوي الزاوية دي بالتبادل. وقوم يلا ذاكر. المهم ان إيروسوستنز قاس زاوية السقوط لقاها 7.2 درجة، وبالتالي زاوية المركز هتساوي هي كمان 7.2 درجة. وبعملية نسبة وتناسب بسيطة جدا، فزاوية المركز لما هتتقسم على 360 درجة بتوع الدايرة هيساوي طول القوس اللي هو بيمثل المسافة من اسكندرية واسوان مقسوم على محيط الدايرة بالكامل اللي هو محيط الارض اللي احنا ما نعرفوش. يعني 7.2 على 360 درجة هيساوي المسافة من اسكندرية لأسوان اللي هي 800 كيلومتر على محيط الأرض المجهول، ومن العلاقة دي هتكتشف ان محيط الأرض هيساوي 40,000 كيلومتر. وبرضه بحسبة بسيطة جدا، فنصف قطر الدايرة او في الحالة دي نصف قطر الارض هيساوي المحيط مقسوم على 2 باي، وبالتالي الروسوسنز طلع ان نصف قطر الارض هيساوي 6370 كيلومتر، بما يعني ان القطر بالكامل هيساوي 12740 كيلومتر. واللي عمله الروسوسنز تقدر تعمله انت كمان بكل سهولة عن طريق انك تدخل على الموقع ده اللي انا هسيبهولك في الديسكريبشن وتشوف منه الشمس متعامدة حاليا على اي مكان في العالم وبالتالي ما فيهوش ظل، وافترض ان هو طلع لك اسوان زي إيروسوستنز، بعد كده تقيس المسافة بينه وبين المكان اللي انت عايش فيه قد ايه بالظبط. وعشان تقيس المسافة هتفتح جوه الايرث وهتستخدم الاداة دي عشان تحسب المسافة بين البلدين، بعد كده هتقيس زاوية سقوط اشعة الشمس في المكان اللي انت عايش فيه. نفس الواحد هيطلع يقول لي طب اقيس الزاوية دي ازاي؟ هقول له بسيطة جدا، هتجيب العصاية وتشوف ضلها وتقيس طول العصاية وتقيس طول ضلها وترجع ترسم المثلث ده عندك في البيت، وباستخدام منقلة هتحسب زاوية سقوط أشعة الشمس. كده بقى معاك الزاوية والمسافة بين البلدين، احسب انت المحيط ونصف القطر زي ما حسبناه قبل كده. لكن برغم الفكرة الهائلة بتاعت إيروسوستنز، المؤمنين بتسطح الأرض ما سابوهوش في حاله. قالوا له يا حبيبي انت افترضت مع نفسك ان الشمس بعيدة وبالتالي الاشعة متوازية، احنا ما قلناش الكلام ده، احنا بنقول لك ان الشمس قريبة وبالتالي الاشعة مش متوازية. وتفسير اللي حصل ان الشمس كانت موجودة فوق اسوان في التوقيت ده، وبالتالي الحاجات في اسوان ما بيبقاش لها ظل، والاشعة سقطت بميل على الحاجات اللي موجودة في اسكندرية وبالتالي كونت لها ظل، مش تقول لنا الارض مدورة. وبصراحة انا كراجل محايد شايف ان الرجالة دي عندها حق، مدام إيروسوستنز ما اثبتش ان الشمس بعيدة يبقى يركن. لكن في نفس الفترة وفي نفس المكان اسكندرية، فيلسوف تاني اسمه أرستاركس جه وحاول ينتقم لإيروسوستنز ويثبت ان الشمس بعيدة مش قريبة، ولكن الموضوع جه معاه بطريقة غير مباشرة. أرستاركس من ظاهرة الكسوف والخسوف كان عارف ان القمر بيدور حوالين الارض. في الكسوف القمر بيجي قدام الشمس فبيضلمها، وفي الخسوف القمر بيستخبى ورا ظل الارض فهو اللي بيضلم. وكان واضح جدا ان دوران القمر حوالين الارض هو السبب في الظاهرتين، بس هو ما وقفش عند النقطة دي وسكت، ده استنتج معلومتين غاية في الأهمية. أولا، مدام القمر حاجة بضوء الشمس فبديهي يعني إن الشمس أبعد منه. ثانيا، مدام القمر بيستخبى ورا ظل الأرض فبديهي يعني إن هو أصغر منها. وخد بالك أنا قلت القمر بيستخبى في ظل الأرض مش في الأرض عشان بتفرق. أرستاركس قالك ما لو أنا جيت حسبت الفترة اللي هياخدها القمر عشان يختفي في الظل بالكامل، وبعد كده جيت حسبت الفترة الكلية اللي قضاها القمر في الظل، وقتها بس هقدر اعرف قطر القمر. أرستاركس لقى ان القمر اختفى بالكامل في خلال ساعة، وفضل ساعتين لحد ما بدأ يظهر من جديد، وده معناه ان المسافة اللي قضاها القمر في الظل تعادل قمرين جنب بعض، وما دام الظل ده ظل الارض فطبيعي يكون موازي لقطر الارض ومساويه في الطول، ويبقى في الحالة دي قطر القمر هيساوي نص قطر الارض، يعني هيساوي تقريبا 6300 كيلومتر. لكن أرستاركس كانت حساباته غير دقيقة لانه ما قدرش يلاحظ ان الشمس بيبقى لها منطقة ظل خفيف يصعب ادراكه بالعين
وبالتالي المنطقة المظلمة لا تعبر عن قطر الأرض بالكامل، ده بتعبر عن جزء فقط منه. احنا فيما بعد قدرنا نتدارك الخطأ ده وعرفنا ان قطر القمر اصغر بثلاث مرات وسبعة من عشرة من قطر الأرض مش مرتين فقط، بما يعني ان حجم القمر هيساوي تقريبا ربع حجم الأرض، وبالتالي قطره هيساوي 3500 كيلومتر. لكن أرستاركس كان مزقطط وكان طاير من فرحة وقال انا كده جبت قطر القمر، بالتالي هقدر اعرف بيبعد قد ايه عن الارض. قال انا هجيب عملة ووجهها للقمر وحركها للمسافة اللي تقدر تغطي بيها على القمر وتتطبق معاه، وبالطريقة دي هقدر اعرف بعده. هو ما كانش ساحر طبعا، بس يعني كان بيفهم في حساب المثلثات. أرستاركس كان عارف انه كده كون مثلثين متناظرين، مثلث صغير من عينيه للعملة ومثلث كبير من عينيه للقمر، وبالتالي نصف قطر العملة على المسافة من عينيه للعملة هيساوي نصف قطر القمر على المسافة من عينيه للقمر. قطر العملة معروف والمسافة من عينيه للعملة معروفة، وقطر القمر حسبه من الخسوف، يبقى فاضل المسافة من عينيه للقمر اللي هي المسافة من الأرض للقمر اللي طلعها بتساوي 200,000 كيلومتر. طبعا المسافة الحقيقية من الأرض للقمر بتساوي 384,000 كيلومتر مش 200,000 فقط، لكن الخطأ هنا كان جاي من الخطأ الأساسي في حسابات أرستاركس لما كان بيحسب قطر القمر وقت الخسوف. لكن كل ده برضه ولسه أرستاركس ما قدرش يثبت إن الشمس بعيدة، لكنه أصبح على بعد خطوة واحدة فقط بعد ما بقى معاه قطر الأرض وقطر القمر والمسافة من الأرض للقمر، وبرضه عن طريق الحاجة اللي بتكرهوها اللي هي ايه؟ حساب المثلثات. اثناء ما القمر بيكون في طول التربيع الاول يوم 7 في شهر القمر تحديدا، بيكون القمر عمل له ربع لفه حوالين الارض وعامل زاويه قايمه معاها، ونصه بس هو اللي بيبقى ظاهر مضيء لينا، وتقدر في التوقيت ده بكل سهوله تشوف الشمس والقمر مع بعض في السماء وقت الغروب. أرستاركس قال انا من الوضعيه دي هقدر احدد المسافه بين الارض والشمس. طبعا الكلام ده بينطبق على طور التربيع الثاني اللي بيحصل يوم 21 في الشهر، ساعتها القمر بيبقى عامل 3 ارباع لفه حوالين الارض، وبرده تقدر تشوف الشمس والقمر في السماء في نفس التوقيت، لكن وقت الشروق مش وقت الغروب. المهم لو جيت في التوقيت ده ورسمت مثلث بين الارض والشمس والقمر، فانا عارف كده ان المثلث قائم عند الزاويه اللي موجود فيها القمر، وبالتالي حاد عند الزاويه اللي موجوده فيها الارض. ولو قدرت اعرف الزاويه اللي عند الارض دي تحديدا مقدارها قد ايه، هقدر احسب بسهوله بعد الشمس حتى بدون ما يكون معايا اي ارقام. ازاي يا عم أرستاركس؟ قال من حساب المثلثات. جيب تمام الزاويه دي او كوزاين الزاويه دي هيساوي طول الضلع المجاور للزاوية على وتر المثلث، اللي هو المسافة بين الأرض والقمر على المسافة بين الأرض والشمس، أو تقدر تقول النسبة بين بعد القمر لبعد الشمس. أرستاركس فعلا قاس الزاوية ولقاها 87 درجة، بالتالي جيب تمامها هيساوي 5%، وهي دي النسبة بين بعد القمر لبعد الشمس. ولو قلبت الكلام ده هيطلع لي إن النسبة بين بعد الشمس لبعد القمر هيساوي 20، بمعنى تاني إن المسافة من الأرض للشمس طلعت أبعد من المسافة من الأرض للقمر ب20 مرة. وطبعا زي ما احنا عرفنا قبل كده في الحلقة ان أرستاركس كان حاسب ان المسافة من الارض للقمر بتساوي 200,000 كيلومتر، وبالتالي حسب ان المسافة من الارض للشمس هتساوي 4 مليون كيلومتر، ودي طبعا مسافة ضخمة جدا. لكن برغم كده أرستاركس كانت ادواته بدائية جدا وما قدرش يحسب الزاوية بدقة. احنا فيما بعد حسبنا الزاوية ولقينا انها 89 درجة 86%، مش 87 درجة زي ما أرستاركس قاسها، وبالتالي لو حسبنا الحسبة هنلاقي ان الشمس بتبعد عن الارض 400 مرة قد بعد القمر، مش 20 مرة فقط. ولو حابب تتأكد بنفسك من تجربة أرستاركس هتستنى يوم 7 في الشهر القمري وقت الغروب تحديدا، هتلاقي الشمس والقمر موجودين في السماء في نفس التوقيت، ساعتها وجه عصاية للقمر عن طريق انك تبص بطرف عينيك منها عليه وكأنك بتنشم بالبندقية عليه بالظبط، وعصاية تانية توجهها للشمس، وبدل ما تنشن هنا على الشمس عشان عينيك ما تتأذيش، اظبطها بحيث تلاقي ان الظل متطابق على العصاية، وقيس الزاوية بين العصايتين بمنقلها، واحسب النسبة بين بعد الشمس لبعد القمر زي ما قلنا قبل كده، وهتكتشف ان القيم اللي طلعت لك قريبة من قيم أرستاركس. كده يبقى الشمس والقمر ما طلعوش في مستوى واحد، ده الشمس ابعد، وعلى اقل تقدير ابعد ب20 مرة من القمر، ده على حسابات أرستاركس اللي فيها اخطاء، وبالتالي أشعة الشمس لازم تسقط على الأرض بشكل متوازي، وبناء عليه
حسابات إيروسوستنز بتاع محيط الأرض مظبوطة وفكرة التسطح غير مقبولة رياضيا. كل الكلام ده كان عبارة عن إثباتات بدائية جدا اتعملت من أكتر من 2300 سنة وتقدر تعملها بنفسك عشان تتأكد. لكن بعد كده بأكتر من 1000 سنة العالم المسلم أبو الريحان البيروني قدر يحسب قطر الأرض بدقة برضه عن طريق حساب المثلثات. وفي القرن ال17 العالم إدموند هالي وجيمس جريجوري قدروا يحسبوا بعد الشمس بدقة عن طريق مرور كوكب عطارد أمام الشمس وطلعوها 150 مليون كيلومتر، مش 4 مليون كيلومتر فقط زي ما أرستاركس طلعها. وحاليا بيتم احتساب المسافة من الأرض للقمر عن طريق أشعة الليزر، والمسافات من الأرض للكواكب أو النجوم عن طريق اختلاف المنظر أو الباراليكس. ده غير أن الأقمار الصناعية الموجودة حاليا عن طريق تحليل الأطياف بتقدر تحسب بعد الكواكب والنجوم وأحجامها ومكوناتها. لكن طبعا انا مش هتطرق للاثباتات دي، اولا لان الحسابات اللي فيها صعبه ومعقده، ثانيا احنا ما نمتلكش الادوات لتطبيقها. وعموما دي بس البدايه، استعدوا عشان الجاي هيبقى اقوى ومن غير رياضيات. وطبعا ما تنساش الشير واللايك والكومنت وتستنى باقي السلسله. سلام.